استكمالا للجهود المثمرة للتعاون العربي الأفريقي، استضافت مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء للبرنامج، وذلك بهدف تعزيز جهود الحكومات في مجال تنمية التجارة بين الدول العربية والأفريقية. يشرفني على المستوى الشخصي أن أطلع بمهمة رئاسة مجلس حوكمة هذا البرنامج المميز والمهم، والذي يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدرين الحاليين، وخلق جيل من المصدرين الجدد، لا سيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج. إننا نصبو إلى مزيد من التعاون في عدد من المجالات، منها تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات، زيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية، مع صقل مهارات الشباب والمرأة، تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات ومؤسسات دعم التجارة المختارة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، زيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية. الفعاليات تعد فرصة لتبادل الخبرات ومشاركة الرؤى بين الدول الأعضاء، كما تضمن الاجتماع مائدة مستديرة حول سلاسل القيمة الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والأفريقية. من خلال هذا الاجتماع اليوم نرى أن التجارة بين منطقتنا مدرجة على جدول أعمال تنميتنا في المستقبل، وبدون تجارة من الصعب جدا أن يتم دعم وتعزيز التنمية، وتعد التجارة واحدة من أولويات بلداننا بدعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لبنك التنمية الإسلامي. رأينا أهمية أن تجتمع بلادنا لزيادة نصيب التبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا. هناك دراسة قامت بها المؤسسة مع المركز الدولي للتجارة، دراسة حول فرص المتاحة للدول العربية والأفريقية من خلال التكامل والتعاون، والحقيقة هناك في فرص كبيرة جدا نحن نحاول نستفيد من خلالها، ونحاول أيضا إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء من المنظمات الدولية والبنوك للعمل سويا نحو تحقيق أهداف هذا البرنامج. برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية يعزز التكامل الإقليمي ويساهم في فتح أفاق التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل، كما يعمل على تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية. هبة الحديدي، الحياة اليوم.